من خلال هذه الفضاءات نأمل إلى إقامة يعني دي سنترال داشا، يعني مراكز تسويق كبرى لجمع المواد وتوزيعها بطريقة لتقدر أنها تؤدي خدمات إلى المواطنين. كل هذا وذاك يعني في برنامج السيد رئيس الجمهورية أننا نمشي إلى أننا نأطر السوق، أننا نحاول أن نكون عندنا نقاط يعني سي دي بوان دو ريبير على المستوى الوطني، على مستوى 58 ولاية، على مستوى كل التجمعات السكانية الكبرى، حتى يكون عندنا يعني توزيع عادل للمنتوج، أسعار يعني محترمة في كل مناطق الوطن ومحترمة من طرف الجميع، سواء المنتجين، سواء التجار الجملة، سواء الموزعين.